العجل عنتر وعيد هيتخانقوا مع بعض. ودني يا جدع هتملصها لي، هتطلع في ايديك. سيب ودني، انا مش عايز اتخانق مع عنتر. عنتر لو خبطني بالدماغ بقرون ديت هيطلع عين امي. انا مش عايز اتخانق مع عنتر، والنبي عنتر هيضربني. عنتر يا ايمن، عنتر اسيبك انت من الشابه الكدابه ديت، ده عليه قرون لو نطحني هيظبطني. عنتر احنا اصحاب يا عنتر، ما ينفعش ان احنا الاثنين نتخانق مع بعض، صح يا عنتر؟ عنتر سلام يا عنتر، انا مش هتخانق معاك يا عنتر. لا 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 لا، مش هتخانق معاك يا عنتر، لا والنبي سيبني. عنتر يا لا يا عمي سيبك انت من الشله الكدابه دي، عنتر مفتري. بقولك يا عيد، خد بعضك واتكل على الله، هنطحك نطحه اجيب اجلك. انت ما انتش قد يا ابني، انا بعتبر زي عيال الصغير. ما ترفص ما ترفص، انت بترفص انا بنطح، هديك نطحة. ما اجري اجري يا جبان. بقول لكم ايه، انا هاخد بعضي واخش عند امي من سكات. ايوه سلام عليكم. وانا كمان سلام عليكم، انا ما فيش رفصه من عيد، ده لو رفصنا هيموتني. عيد هيلبس لبس امه عشان هو كبر خلاص. ياه اخيرا هلبس اللبس بتاع امي بقى، عشان خاطر انا كده كبرت خلاص، بدل ما كنت بتنطط وبتشقلب بقى خلاص هلبس لجام، وهيبقى عليا مسؤولية، ولازم البهايم والحمير اللي جوه دي كلها تبقى ملزومة مني. انا اللي اروح الغيط، وانا اللي اجيب لهم اكل، وانا اللي اعمل لهم كل حاجة. قد ايه هو احساس حلو قوي ان انت تكون راجل البيت. احساس حلو قوي. ايوه انا كده بقى خلاص لبست اللجام وبقيت مية مية. ايه الحلاوة دي؟ خلاص يا عيد يا ابني، بقيت راجل وهتشيل الهم بدالي. ربنا يحميك يا ابني من عين الحاسدين. ايوه بقى يا عيد، كبرت وانت اللي هتجيب لنا الاكل، انت الراجل بتاعنا من دلوقتي بقى يا عيد. طبعا يا عنتر، امال ايه؟ بس الكلام ده لسه من بكرة بقى. ايه ده؟ لا لا انا بقول لسه من بكرة، لسه من بكرة مش من دلوقتي. يا صغيرة الهم يا نوتي. العجل عنتر وعيد بياكلوا قتة، مين هنا بيحب القتة؟ النهاردة هنجرب ناكل عنتر وعيد قتة، فيا ترى هياكلوها ولا مش هياكلوها؟ واللي بيحب القتة يكتب لي في الكومنتات، ويلا نجرب. ايه ده يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ قتة يا اسمع دي، القتة والخيار احسن من الفلفل الحار. حلوة دي صح؟ اما انت عايز ايه يا اما بعيد يا اما؟ ايه التفاصيل اللي انت فيها دي؟ هو جايب لنا القتة دي مش جايبها لك انت؟ الله، في ايه؟ انت بتاكل ليه؟ ست سيبيني انت. خليها كل لوحده يزور يا عيد، انت عايز تاكل كل حاجه لوحدك ولا ايه؟ كل يا اخويا، كل 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 يا اخويا كل. انت اصلا لا انت بتزور ولا بيأثر فيك حاجه، ما شاء الله عليك يعني. خمسه وخمسه في وشك. خمسي يا اختي خمسي يا اختي، سيبك من الرشل اللي انت فيه ده، بس القطه ديت طعمها حلو صراحة. أنا بحب القتة، مين فيكم بيحب القتة زي اللي بيحبها يكتب لي في الكومنتات. حبك بورصة يا عيد، سيبنا ناكل بقى يا عيد، أنت عمال تلهط كل لوحدك، إيه ده؟ يلا ناكل عنتر. لا 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 لا، إيه ده أيمن؟ لا 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 لا، ما باكلش القتة، ما باكلش القتة ولا الخيار ولا الكلام ده، اتكل على الله وروح شوف أم مين؟ أم وردة، أم وردة بتحب الحاجات دي، عليكوا على أم وردة يابا. أنا غني وسمع، إيه ده قتة؟ القتة اللذيذة. انا بحب القتة وبحب اي حاجة، ممكن اكلك اصلا دلوقتي.